تخلص من الكآبة وتبقى سنة التفاؤل. إن شاء يعني الله يا احنا مش رب. كل حاجة عندنا بقت كويسة طبعا فجأة، لكن في طريقنا للإصلاح. إن يعني شاء الله اللي جاي إن شاء الله هيبقى كويس إن بإذن شاء الله الله. إن شاء الله. الهم أنتي هزيتي وسط البلد هزيت هزيتي البلد كلها. وهزيتي البلد كلها في السنة الكئيبة دي، وتصديتي في مواقف في 3 سنين اللي فاتت، يعني تصديتي في معركة سياسية قوية جدا. وأنا سمعت إنك هترشحي نفسك في لا، الانتخابات مطلعين إشاعة قوية جدا في انتخابات مجلس بقولها الشعب وبكررها. أنا يا جماعة ماليش دعوة بالسياسة، أنا بعد ده كله، فنانة مجنونة بالفن، ده رأي مواطن مش بعد اللي ممارسة عملتيه ده كله سياسة. ماليش دعوة بالسياسة. والله هلا المقصود يعني أنا كنت اللي عملته زعيمة. رأي مواطنة، لكن مش واحدة تعمل بالسياسة. أنا بكره السياسة جدا، لأن السياسة دي أنت عارفاني أنا استريت على طول، واللي جوايا اللي في قلبي على لساني. السياسة عايزة شوية عارفة لفات كده، أنا ماليش فيها عايزة لف ودوران بالظبط. وعايزة نفاق. لا، وانتي ايه؟ لا عايزة دبلوماسية خاصة، نقدر نقول عايزة دبلوماسية خاصة.